طبعا بطرس كرر العبارة عندما سأل يسوع في قيصرية فيليبوس من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان. طبعا كان جواب بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. والشيء العجيب أنه ما بعد هذه الكلمات طوبى لك يا سمعان إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. فهذا الموضوع هو يعني إعلان إلهي حتى الإنسان يتقبله. ومرة تانية في يوحنا 6 لما كثير من اليهود قالوا هذا التعليم صعب، بعدين بطرس كرر نفس العبارة، نحن نعلم قد آمنا ونعلم أنك أنت هو المسيح ابن الله. وطبعا احنا بنعرف من انجيل يوحنا قسيس شادي انه هذا الصراع اللي كان بين اليهود وبين المسيح طبعا على هويته، ومنشوف انه عدة اشخاص شهدوا للمسيح انه هو المسيح، مثل ما ذكرت المرأة السامرية او بطرس في يوحنا 6 وهكذا. لكن هل فعلا المسيح هو كان عنده القناعة الداخلية أنه هو المسيح وأنه قال أنا هو المسيح؟ طبعا طبعا 100%. وهذا المسيح احنا نؤمن أنه هو الحق، هو قال عن حاله أنا هو الطريق والحق والحياة، فكل ما يقوله هو الحق، فما أعلن فيه عن نفسه هو الحق. وهو قال للمرأة السامرية أنا الذي أكلمك هو، وهو قال لسمعان بطرس قال له طوبى لك يا سمعان، انه وافق على كلامه انه انا هو المسيح ابن الله الحي. وكررها بطرس في يوحنا 6 زي ما تفضلت السيس نزار. وايضا انجيل يوحنا مكتوب في اخر الصحاح 20 انه كل هذا الانجيل كتب مكتوب حتى نؤمن ان يسوع هو المسيح ابن الله الحي. فهو المسيح هو ابن الله، ويسوع الناصري قال انه هذا هو المسيح، انا هو المسيح ابن الله. فهو وافق على تسميته بالمسيح 100%. ولما كان يعني يتكلم مع الفريسيين كان في مثلا في المزمور 110 اللي ذكرته قبل شوي، هو كان يسألهم عن نفسه مين هو المسيح، فكيف هو ابن داود وهو ابن الله.